ركز معي، هذا الفيديو مهم لك وحق عيالك. ركز معي، إذا لاحظت عيالك أي أحد تعرفه لونه مصفر صاير أصفر، زين ممكن بشرته كذي، ممكن صح لون مصفر زائد العين من داخل مصفرة زائد كله ما له خلق، مساحات جسمه يحكه، إذا اجتمعت هذه الأشياء كلها مع بعض ضروري جدا تسووا له فحص حق الكبد والمرارة. الكبد زهل، المرارة راح تلقون بالفحص شيء اسمه GGT. زين شنو ممكن يكون عنده؟ يكون المادة الصفراوية يا جماعة بدال لا تطلع من الأمعاء رجعت على الكبد والكبد خذاها ودشت داخل الجسم. زين هذا شلون يجي؟ شوفوا الجسم عنده سموم، وين يقطها؟ على الكبد، في شيء اسمه بيليروبين، هذه سموم من الكبد، ياخذها الكبد وين يقطها؟ عند المرارة، يقول حق المرارة يلا طلعيها. السموم هذه كلها راح ترجع على الكبد وتدش داخل الجسم، طبعا شيء خطير عند الاطفال على اساس لا يوصل الدماغ. شنو نسوي؟ اول شيء نسويه يا جماعه اذا كانت عندنا هالمشكله، طبعا بالمستشفيات راح يعطونا علاج، ولكن انا قاعد اتكلم كطب بديل. شنو ناخذ؟ ناخذ عشبه حليب الشوك وناخذ عشبه شاي القراص، يعني يوم هذا يوم هذا. واذا شفنا GGT يعني انزيمات مالته مرتفعه، قد يكون حصوه، ناخذ املاح المراره. كذي امورنا راح تصير 100%. الماده الصفراء هذه يا جماعه قد يكون ما تطلع من الامعاء، راح تبقى بالجسم. وشنو الاعراض اللي ممكن نشوفها بعد؟ كل الفيتامينات اللي تذوب الدهون الجسم ما راح يستفيد منها. مثل شنو؟ راح نلقى دال منخفض، طبيعي لان الصفراء مو قاعده تطلع، قاعده تتخزن بالجسم. الصفراء هذه نبيها تطلع تروح الامعاء عشان تكسر فيتامين دال، تكسر اوميجا 3، تكسر فيتامين اي، تكسر فيتامين اي، تكسر فيتامين كي. عرفنا شلون يا جماعه؟ اي شيء فيه دهون ملمسون عنه الصفرة. راح نلاحظ الجلد يصير فيه عجز، راح نلاحظ آلام بالجسم لان فيتامين دال مو موجود. ركز على هذه العلامه، وايد راح نشوف